حياكم الله. إن ممكنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. رجحت تقارير اقتصادية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق، وبحسب التقارير فإن الصادرات الصينية إلى العراق نمت في النصف الأول من السنة الحالية بنسبة فقط 16% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، وبنسبة فقط 12% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2023، مضيفين أن مجمل قيمة الصادرات الصينية إلى العراق بلغت أكثر من 8 مليارات دولار في النصف الأول من السنة الحالية. أوقفت البرازيل تصدير الدجاج بعد أن اكتشفت إصابة الدواجن بداء طاعون الدجاج، في حين أعلنت السعودية حظر الاستيراد من تلك الولاية. وقالت السلطات البرازيلية إنها أوقفت تصدير الدواجن لبعض الدول بعد رصد حالة إصابة بالوباء، مضيفة أنها تحاول احتواء تفشي الوباء بعد نفوق نحو 7000 طائر في مزرعة صغيرة حيث تم رصد الوباء بحسب وكالة رويترز. وكان العراق قد استورد حوالي 138,000 طن من الدجاج البرازيلي في عام 2022. اشترت الحكومة التونسية نحو 100,000 طن من الشعير اختياري المنشأ في مناقصة دولية بحسب تقديرات متعاملين أوروبيين. وذكر المتعاملون أنه يعتقد أن شركة كاسيلو باعت المشتري الحكومي في تونس 4 شحنات تزن كل منها 25,000 طن، ووصل سعر الطن في الصفقة إلى نحو 219 دولارا شاملا التكلفة والشحن، حيث كانت كاسيلو قدمت في وقت سابق أقل سعر في المناقصة بحسب وكالة رويترز. أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض مع تقييم المستثمرين لاستمرار انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي المرتبط بمشكلات الأمن السيبرانية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.67% أو 77% إلى أكثر من 510 نقاط في نهاية التعاملات، مع تراجع قطاع السفر وهو أحد القطاعات الأكثر تأثراً. كما أغلق مؤشر داكس الألماني على تراجع بنسبة 0% أو بنسبة 1%. قفزت أسعار العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، ووصلت العملة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تجاوزها مستوى 66,000 دولار. سجلت العملة المشفرة بذلك ارتفاعاً بأكثر من 14% خلال تعاملات آخر أسبوع بحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.